هو في إطار الأنشطة اللي مبرمجها المكتب الهلال الأحمر المغربي عمل تقليم ديونا على الصعيد الإقليمي. يعني من ضمن الأنشطة هو الأنشطة للوليدات الصغار، يعني أننا نحتفلوا مع الوليدات الصغار. التجربة كانت العام اللي فات كانت دار ملتقى صيفي الأول، هذا العام إن شاء الله ارتئينا نبدلوا شوية الملتقى بهذا الاحتفال ديال عاشوراء بالنسبة للوليدات. هذا كما قلت في إطار البرنامج اللي مسطروا مكتب الهلال الأحمر المغربي مكتب عمالة سكريم ديونا، يعني من ضمن المجموعة ديال الأنشطة قلنا زعما حاولوا كما قلت قبيلة أننا نبدلوا شوية الفكر لهذه الوليدات وهذه الجهة الصاعد لسميتو. حاولنا نستهدفوا الوليدات اللي قل من 12 عام تقريبا 14 عام 16 عام يعني حتى 12 عام، باش حيت هما اللي جايين دابا اللي مواكبين. كما تنشوفوا دابا في الزنقه تنشوفوا وليدات اللي تيلعبوا بالمفرقعات، يلعبوا بهذاك الزيك تيشعلوا العافيه. يعني شفنا حالات وكنا تدخلنا وكاين بعض الاخوه اللي معنا بعض الاطر اللي معنا من طبيعه الحال تيلعبوا بالماء بالماء القاطع، يعني شي حوايج اللي تتشكل واحد الخطر على هاد الوليدات. حنا اليوم قلنا بطبيعه الحال بالتنسيق مع المكتب ديالنا ومع الاطر المشرفه وبعض المتطوعين ديالنا حطينا برنامج اليوم اننا يكون واحد الحفل اللي هو خاص بالنسبه لهاد الوليدات. طبيعة الحال طابع ولا الطقوس طابع مغربي، وحاولنا نرجعوا شوية للتراث القديمة، يعني من حضرنا واحد البركة يعني بلدية قديمة، حاولنا نديروا بعد قلنا ما نجمعوا ما هو قديم بما هو جديد. يعني كاين واحد الكلون، كاين بعض الأنشطة الترفيهية، ومن طبيعة الحال غيكون بعض التوزيع بعض الجوائز بعض اللعب كما تنقولوا باش نرخصوا هذاك الطابع ديال العام. طبيعة الحال كاين حفل الحناء بالنسبة للبنيات، وعلاش لا حتى الأمهات اللي جاو مع 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 مع, مع وليداتهم حتى هما علاش لا؟ يعني كلشي غيحني فابور اليوم. شي حني فابور اليوم، مرحبا. اولا السلام عليكم. اليوم جيت جبت معايا الطفل ديالي باش نشاركوا ان شاء الله في هذا الحفل هذا البهيج اللي كتنظموا الجمعيه ديال الهلال الاحمر المغربي مديونة. وهذه ماشي اول مره اللي كنحضر معاهم، تبارك الله هما كل مناسبه كيديروا للدراري بعض الانشطه وكيحتفلوا بهم. اليوم جيت باش نجيب الابن ديالي باش يشارك مع الاطفال وباش يعرف شنو هما هاد كيفاش كنقولوا، يعرف كيفاش التعامل في التقاليد ديالنا وشنو هما الحوايج اللي حنايا قبل كنا كنديروهم، بحكم ان هادشي اللي ولا دابا على حساب هادشي ديال اللي كيوقع في مواقع التواصل الاجتماعي ولينا كنشوفوا شي حوايج اللي ماشي هما هذوك. حنا كنحاولوا نجروا وليداتنا ونشبعوهم بالتقاليد القديمه اللي حنا عشنا فيهم حنا وجدودنا وابائنا، ويعرفوا شناهي عاشورة وكيفاش كنحتفلوا بعاشورة، ونبعدهم شويه على هادشي ديال التكنولوجيا. الوليدات كاملين كنتمنى لهم التوفيق في الحياه ديالهم الدراسيه وفي الحياه الشخصيه، وكنتمنى ان الدراري حتى الا كانوا كيستعملوا هاد التكنولوجيا الجديده يستعملوها بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه، حيت ولينا كنشوفوا شي حوايج اللي ولينا كنخافوا على الوليدات ديالنا من هادشي، وكنحاولوا ما امكن ان نجرهم لهاد الجمعيات اللي حنا كنا قبل كيكون عندنا دور الشباب وهادو كنا كنستافدوا منهم بزاف. كنحاولوا نجروا وليداتنا لهاد الجمعيات هادو باش يتشبعوا بهاد الاعمال الخيريه ويتشبعوا بالاعمال التطوعيه، وكذلك يعرفوا المنهج كيفاش يسيروا الحياه ديالهم قبل. انا ماشي اول مره كنحضر مع الجمعيه ديال الهلال الاحمر المغربي مديونة، بحكم انهم في اي مناسبه كيكونوا حاضرين وكيحاولوا انهم يديروا انشطه ويديروا حفلات للدراري وحتى الاباء، وكيديروا حملات تطوعيه للناس الكبار والصغار، وهذا الشيء كيفرحنا بزاف وكنشكرهم بزاف على هذه الاعمال هذه، حيت حتى حنايا الوالدين كيخرجونا من هذاك الروتين ديال العائله وديال الدار. هذا النشاط الجميل، شكرا لكم على دعوتكم لنا للجلوس معكم لهذا النشاط المتميز، والف الف تحيه وتقدير لجهود الخفاء الذين لم يسعفهم الحظ للحضور معنا. كما اشكر صديقي العزيز او ساقول على راس المكتب سيفتح مساعيد، ايضا سعيد الفطير اللي دائما كيحاولوا انهم يديروا واحد الاشعاع للمكتب ديالهم
من خلال الصفحات ديالهم او لا من خلال انهم يعرضوا علينا كاعلاميين باش نوصلوا الصوت ديالهم. ودائما اقولها لكم الصفحه ديالي كتعرفوها كاملين، انا راهن اشاراتكم اي حاجه كتبنوها في الميدان ديال الاعلام، ومرحبا بكم جميعا.